السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقه رسميه من شركه ابل لحرق النظام ماك او اس على الفلاشه، وطريقه الاقلاع بالشكل مفصل في هذا الفيديو وبدون برامج عن طريق اداء ما او موجه الاوامر تيرمينال. طبعا اول شيء يا شباب، حتى تقدر تحرق النظام على بشكل صحيح على الفلاشه وما يواجهك مشاكل في الاقلاع، ادخل الديسكريبشن وحمل النسخه الماك او اس بصيغه دي ام جي المناسب والداعمه لجهازك الماك، سواء كان ماك انتل، ماك ام 1، ام 2، ام 3 واصدارات الاحدث. لازم تحمل النسخه المتوافقه مع جهازك. في فيديو في تدوينه، طبعا تدوينه في الديسكريبشن، شرحت لكم بشكل مفصل ثلاث طرق او اربع طرق لمعرفه طريقه تحميل الاصدار اللي يدعم او المتوافقه النظام الماك اللي متوافق مع جهازك. ادخل الديسكريبشن وحمل في موقع، هناك في يدخل كل نسخ الماك او اس، حمل النسخه الموافقه متوافقه. مثل ما تشوفون هذا هو النسخه المتوافقه مع جهازي، حملته بصيغه دي ام جي. الحين كيف تحرقها على الفلاش وتقلع عليها في هذا الفيديو، بشرح لك مفصل. اوكي، اول شيء طريقه الحرق على الفلاش. بعد ما تحمل ملف الدي ام جي اضغط عليه دبل كليك، راح بيفتح لك بهذا الشكل، هذا الهارد ديسك انستال ماك او اس. اضغط عليه دبل كليك مره ثانيه، راح بتحصل هذا الماك او اس. اوكي، مثل ما تشوفون الحين كل ما عليك انك تروح تفتح تورمل اداف فايندر، اضغط عليها. اوكي، راح اغلق هذا واضغط على فايندر، والحين روح على خيار ابلكيشنز. بعد ما تروح على الابلكيشن هني يسوي بهذه الطريقه، اضغط على هذا الزر، اضغط على هذا الزر حتى يصغر الايقونات. الحين افتح هذا الملف، نفس ما تشوفون اسحب هذا الملف مباشره هني في التطبيقات. اوكي، الحين ابحث عن، نفس ما تشوفون الحين جاري نقل ملف التثبيت مباشره في التطبيقات. خلاص تم النقل، الحين ابحث عليها في ابحث عن النظام. مثل ما تشوفون هذا هو النظام، ناس ما تشوفون. الحين كل ما عليك انك تضغط على كليك يمين وتضغط على شو باكج، هذا الخيار. الحين اضغط على هذا الخيار، الحين بتحصل هذا الخيار، اضغط عليها. اوكي، هني نحتاج هذا الملف، شوفوا لاحظوا هذا الملف بس حدده بهذا الشكل. الحين كل ما عليك انك تغلق هذا النافذة، تروح على سطح المكتب، تروح على سطح المكتب، اضغط على كوماند سبيس، اكتب هني تيرمينال، راح يعطيك هني اداة تيرمينال. افتح اداة تيرمينال، الحين اكتب في موجة الاوامر تيرمينال شادو بهذا الطريقة. اوكي، واضغط على مسافة واحدة بس بهذا الطريقة. الحين اسحب هذا الملف، الملف اللي كان موجود في النظام، اسحب بهذه الطريقة، اسحب بهذه الطريقة مباشرة هني بعد ما سويت فاصلة. اوكي، الحين بعد ما نسخنا اضغط على مسافة، او لا يعني مسافة واحدة، شوفوا مسافة واحدة، اكتب داش. اوكي، بهذه الطريقة، واكتب فول لومي بهذا الطريقة.
اف 1 في غلط هني. اوكي مثل ما تشوفون بعد ما تحط فاصلة واحدة اكتب داش داش يعني اندرسكور الصغير مرتين واكتب في او ال يو اي يو ام اي بهذا الطريق واترك مسافة. والحين وصل الفلاش بالماك واضغط على هالو. نفس ما تشوفون الحين راح تظهر الفلاش مثل ما تشوفون. اول شيء روح لهذا الملفات التطبيقات، روح لهذا الخيار اوذر، روح لخيار هذا ديسك اوكي، وسوي فورمات للفلاش. وين الفلاش؟ هذا هو الفلاش، سوي ايرس مثل ما تشوفون. اوكي هني اختار اوكي هني افضل تنسيق لحرق الفلاش هو انك تختار هذا الخيار رقم واحد. اوكي هني هذا الخيار تختار الخيار هذا مثل ما تشوفون، هذا افضل تنسيق. يعني تقدر تكتب اسم الفلاش وتضغط على ايرس، انتظر ثواني لين ما يسوي فورمات للفلاش. اوكي مثل ما تشوفون تم اكتمال، يعطيك هنا علامة صح يقول لك تم عمل فورمات للفلاش. الحين ارجع للخطوة السابقة اللي هو هني، روح للفلاش الخاص بك مثل ما تشوفون، اسحب هذا الفلاش مباشرة هنا بهذا الطريق واضغط على انتر. اوكي حط الباسورد الماك واضغط على انتر. اوكي الحين لازم تكتب واي وتضغط على انتر حتى يكمل عملية حرق النظام مباشرة على الفلاش. طبعا راح بوقف الفيديو لين ما يكتمل 100% وارجع لك. اوكي يا شباب بعد 20 او 30 او 40 دقيقة ما اعرف بالضبط، المهم رجعت لكم. شوفوا هني كمل 0% بعدين 10% 20% 30% الى 100%. الحين باقي كم من ثانية او كم من دقائق راح يكمل وراح يكون الفلاش جاهزة للاقلاع وتجهز، يعني تم حرق النظام بالشكل الصحيح كاملة ومية بالمية. طبعا راح بوقف كم من دقائق وارجع لكم لين ما يكمل وارجع لكم واشرح لكم طريقة الاقلاع في الفلاش. فايل اوكي مثل ما تشوفون بعد دقيقة او ثواني تم اكتمال. لما يعطيك هذا النوافذ هذا العلامة 100% هني اعطاك 100% ويعطيك هذا الكلام يقول لك تم تثبيت الماك او اس بنجاح. خلاص الحين الفلاشة راح يكون باسم انستال ماك سينت، يعني تم تثبيت النظام. اوكي الحين الفلاش جاهزة، خلاص اغلق هذا النوافذ اغلق هذا. والحين نروح لطريقة الاقلاع وتثبيت النظام. فايل اوكي يا شباب بعد ما حرقنا النظام ماك او اس على الفلاشة باستخدام هذا الماك مثل ما شفتوا حرقنا صار جاهز. الحين كيف تقلع؟ الحين هذا الماك في مشكلة او تريد تسوي فورمات او اي سبب من اسباب تريد تثبت النظام الجديد اللي موجود في الفلاش، كيف تقلع؟ الحين راح بشرح لك. وصل الفلاش مباشرة بالنظام. اوكي مثل ما تشوفون وصلنا الفلاش بالنظام بالماك او اس بالجهاز الماك. اوكي الحين كل ما عليك انك تطفي، لازم تتاكد ان الجهاز مطفي، سيت داون مطفي. الحين لازم تروح لوضع الريكفري،
ريكفري مود. كيف تدخل في ريكفري مود؟ الحين راح بشرح لك. بالنسبة لأجهزة أنتل قبل 2020 طريقة الدخول في ريكفري مود إنك تطفي الجهاز. بعد ما تطفي الجهاز الحين تضغط على زر التشغيل. أول ما تضغط على زر التشغيل لازم تمسك كوماند زر، شوفوا لاحظوا كوماند R باستمرار، يعني تمسكه أول ما تشغل الجهاز لازم تمسك زر كوماند R، مش مباشرة راح يقلق على الريكافري مود. بالنسبة لأجهزة بمعالج أبل سيليكون M1 M2 M3 وما بعد، طريقة الدخول في ريكفري مود انك تطفي الجهاز وتمسك زر الباور زر التشغيل باستمرار حتى يدخلك في الريكفري مود اللي راح الحين راح بسويها. هذا الجهاز M1 او M2 M3 كيف تقلع؟ بس تمسك هذا الزر باستمرار تمسكه، اما الجهازك لو كان سيليكون راح تمسك كوماند R، اما هذا الجهاز M1 M2 M3 راح تمسك او تمسك زر الباور مباشره. ناس ما تشوفون هذا هو النظام مباشره، هذا الريكفري مود راح تظهر الماك هنا. اذا ما ظهر لك النظام هنا اوكي، وصلت الفلاش، شوف وصلت الفلاش اللي حرقنا النظام وما ظهر لك هنا، هذا النظام ما ظهر لك هنا، يعني شو؟ يعني النظام اللي حملته ما يدعم الجهاز الماك الخاص بك، لازم تحمل النسخة المتوافقة مع نظام الجهاز الخاص بك. شرحت في 3 طرق لمعرفة النظام اللي يدعم جهازك، ادخل الديسكريبشن واقرأ الموضوع. اوكي، بعد ما تقلع اضغط على الماك بهذه الطريقة واضغط على كونتينيو. اوكي، بعد ما تضغط على كونتينيو راح تنتظر هني، تختار اللغة وتضغط على هذا الزر علامة الصح، علامة السهم هذا. اوكي، راح اكبر الفيديو حتى يكون واضح، اقرب الكاميرا. الحين اضغط على كونتينيو، اوكي هنا يقول لك وافق على الشروط، اضغط على اجري. هنا تختار الهارد ديسك الخاص بك واضغط على كونتينيو واضغط. شوفوا لاحظوا هذا هو الفلاش وهذا هو الهارد ديسك الجهاز، اختار هارد ديسك الجهاز الماك، اضغط على كونتينيو، اضغط على كونتينيو مره ثانيه. اوكي الحين راح تنتظر لين ما يكمل تثبيت النظام. طبعا انا راح بوقف الفيديو لين ما يكمل وارجع لك. طبعا يا شباب انا راح بنحي الفيديو لان هذا العملية تحتاج وقت، وكل واحد يعرف ان كيف يكمل باقي الخطوات، يعني تضغط على next تختار تتخطى تحط حسابك في ابل اي دي وتسوي الاعدادات الخاص بك ويكمل تثبيت وبس يا شباب. طبعا يا شباب هذا العمليات بعد هذه الخطوات اللي شرحتها سابقا الباقي كله سهل، مثل تخطي حسابك، وضع حسابك في ابل اي دي والاتصال بالواي فاي ومعلومات اخرى، راح كله تضغط next وتخطي. طبعا انا راح بسرع الفيديو لين ما يكمل هذا الخطوات ونسمع شافون. هذا هو الحين جاري تشغيل الجهاز بهذه الطريقة، راح يشتغل الجهاز وتسوي الخطوات، تحط حسابك في أب ستور وآي كلود وغيره من الأشياء وراح يفتح الجهاز ويشتغل بدون مشاكل وأخطاء. بهذه الطريقة تم حل مشكلة، تم حرق النظام على الفلاش وطريقة الإقلاع وتثبيتها على الماك. بس يا شباب مثل ما تشوفون هنا تختار اللغة، مثل ما تشوفون بعد ما تختار اللغة تختار المنطقة، تختار البلد ومن هذه الأشياء. ناس ما تشوفون تقدر تختار أي بلد بلدك أو بأي بلد تحبه وتضغط على كونتينيو، هنا تختار يعني تريد تنقل بيانات من جهاز ثاني، فانا ما عندي جهاز ثاني اضغط على احدد الخيار الاخير اضغط كونتينيو
هنيت عدم أني تتصل بالواي فاي. بعد ما تتصل بالواي فاي طبعا راح بسرع الفيديو، بحاول أقطع الفيديو وأسرع الفيديو لين ما أوصل للنهاية ويشتغل الجهاز بدون مشاكل. مثل ما تشوفون هذا هو الواي فاي، طبعا مثل ما تشوفون راح أتصل فيها والحين أضغط على كونتينيو وراح أحط اسمي في الماك واسم المستخدم وباسورد أو كلمة سر تسجيل الدخول، والخانة الأخيرة الخانة الأخيرة يمكن تتركها فاضي لأنه مش مهم. أو تكلم السر تعيد كلمة السر مرة ثانية. بهذه الطريقة الجهاز راح يفتح. ومبروك عليك يا شباب، مبروك مقدما، تم حرق النظام والإقلاء وتثبيت الإصدار أو التحديث ماك أو إس على نظام الماك إذا كان واجهك مشكلة. بهذا الطريقة تم حل المشكلة يا شباب. الحين كل شيء تضغط التخطي تخطي لما توصل للهدف. بهذا الطريقة مني تختار المنطقة. ويا شباب هذا هو المقطع. يا شباب ادخل في الديسكريبشن، ادخل على القناة وشوف فيديوهات سابقة. طبعا اذا في شيء مش مفهوم في الفيديو ادخل الديسكريبشن، هناك بتحصل شرح مفصل كل اللي قلته في الفيديو، وبالاضافة الى اشياء اخرى لازم تعرفها قبل ما تطبق هذا الخطوات. وبس يا شباب مثل ما تشوفون هذا هو الخطوة الاخيرة، راح تضغط عليها وراح يشتغل الجهاز. ومبروك عليك اني تختار وضع الدارك مود او وضع الدارك مود او اللايت الابيض. انا بختار الدارك مود، اضغط على كونتينيو. وبهذا الطريقة تم ويلكم، يقول لك تم فتح الجهاز، اهلا وسهلا، بوم خرافي. وبس يا شباب هذا هو المقطع، ما اذا طول الفيديو اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الزر. بسم الله.